وإما كنتوا عم تتابعونا أصدقائنا المشاهدين، لكم أطيب التحيات، صباح الخير لكم مجددا. محطتنا هلا رح تكون مع الفنان أجود أبو زكي، فنان تشكيلي. أهلا وسهلا فيك مسيو أجود. أهلا فيكم، شكرا للاستضافة. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نحكي عن المعرض الفردي السابع بجاليري إكزود، يلي هو تحت عنوان حتى الرمق الأخير. نعم صح. قبل ما نفوت بكل خبريات هذا المعرض وتخبرنا عن الصور ونحكي عن أهدافه وما إلى هنالك، حتى الرمق الأخير. نعم. لكن اسمه بهذا الشكل. العنوان هيدا بينقسم اسمين، يعني حتى الرمق الأخير للمرأة، وحاطت حتى النفس الأخير للرجل. نعم. يعني المعرض 25 لوحة في صورة رجل واحد، والباقيين عن المرأة. عم بحكي فيها قدي المرأة حتى رغم التعب بتضل حتى الرمق الأخير عم تتعب، عم تقدم، عم تحضن. يعني في اللوحة الأساسية المرأة وهي تقريبا بآخر نفس حاضنة بنتها. فهذا المعرض ككونسبت أنا عم بحكي فيه عن، ما حبيت أقول بالعنوان خيبات المرأة، ما حبيت حطها لهالسبب، حطيت حتى الرمق الأخير. ف ما في شك كلنا محبطين بالآخر، ولكن المرأة لأنه دورها أوسع وأتعب، ما فينا ننكر أنه حياتها أصعب من حياة الرجال. فحبيت أنه هيك يكون جست لأمي الله يرحمها، لأختي، لإلك، لك تطول بعمرك، لكل الناس، كل الستات. وكان القصد انه استعمل ماده صعبه، يعني الكونسبت قلناه تكنيك هو وات ان وات، يعني انك تكبي الالوان وتلحقيها، يعني فكرك تضلك مركزه على اللون كيف عم يشتغل لحاله، وكيف ترجعي تدخليه بالمبدا اللي انت بدك ترسمي فيه. وبنفس الوقت اشتغلت على الماده، الماده اللي هي الايكولين، الايكولين ماده تلوين استعملوها للايربراش. نعم. منا للرسم، انا طوعتها لانه انا بركب الوان، يعني انا بركب الزيت والاكريليك والايكولين كله انا بركبه. فطوعتها لانه تعطيني افكت ما حدا حيعطيني اياه من غير مواد، ما في غير ماده ثانيه حتعطيني اياه. وهذا كله من ضمن اظهار دور المرأة. لهالسبب اخترت أعطي تعابير بالوجه، على الوجه، والتعابير مرات عم بتكون مختزلة بس بتعبر بشكل قوي. فحتى اشتغلت على لون الكادر، يعني حطيت كل شيء بحيط بلوحتها حطيته أبيض، وبعتقد إنه نجحنا بالأفك. يعني الأفك كان كتير حلو على المعرض، يعني كان في دهشة. نعم. وأي عمل فني ما في دهشة يعني اعتبري ما وصل. يعني حضرتك فنان تشكيلي، انت فينا نقول مقدم لنا بهالمعرض التعبيري، التعبير من خلال الوجه، ايصال الفكره، ايصال المساج من خلال الوجه. نعم. وشغله كثير حلوه قلتها، انه كثير كل واحد بيتحمل منها، ولكن المراه عن جد بتضل تتحمل بكل شيء حتى الرمق الاخير. صحيح. فاطيب تحيه لكل السيدات يلي عم بيتابعونا. ما في شك، هيدا فكري. ومثل ما قلت اخذت هيك امك كمثل، الأم قديش بتضحي في سبيل أولادها. نعم. والمرأة بشكل عام. هيدا بجاليري إكزود كان المعرض الفردي السابع لألك، شو يلي بيميزه أجود عن باقي المعارض يلي قدمتها؟ لا، أنا كل معرض بيكون مختلف عن السابق، يعني ما في شيء بيشبهه، يعني أنا ما أخذ نمط واحد وعبكرره. بكل معرض في تيم معين، في سيستم معين، في هدف معين، وفي تكنيك معين، يعني اظهار اللوحه. نعم. ما فيني اكرر حالي، وانا من اللي بيؤمنوا انه نعم، هذا من اللي بيؤمنوا انه اذا ما الفنان كان متجدد مستحيل لوحته تكون متجدده. فلهالسبب بدك تجدد تفكيرك، بدك تقري اكثر، تفوتي مع الناس اكثر، تحسي بوجعك ووجع الناس اكثر، وفرحك وفرح الناس اكثر، كلهم هون عم يتخزنوا. لما تيجي بدك تعملي معرض مستحيل ترجعي لورا. يعني أنا هلا عندي معرض تاني جاهز كله فول أبستراكت، لكن من النقلة للنقلة قديش فيه، يعني بنشترك بس يعني بنوع الورق. أنا كتير بتعب على نوع الورق لسبب بعد جبت من الهند هاند ميد بيبر لأرسم عليهم، وفي اللون. فلما بصير في كونسبت وفي تكنيك وفي مادة، خلص
ركب هالمثلث اللي بده ينجح اللوحه. نعم، مهم الفكره. نحن اللوحات جون رح يمرقن قدامنا تباعا، هيك بتحدثنا عنهم، بتعطينا افكارك فيهم اكثر، بتفسر لنا اكثر كل لوحه شو عنيت لك لرسمتها، لانه اكيد اذا ما بتعني له شيء اللوحه للفنان، او اذا ما كان في مساج ما بتوصل. يعني اذا هيك بده يرسم ليرسم انه ايه يلا برسم، ما بتوصل. لا، هذا بصير عبثيه يعني. عبثيه اكيد. نعم، اذا ما في اصل، هلا ما ضروري نتعب اللوحه بالنهايه، هي عمل فني. بس لازم يكون في كونسبت، لازم يكون في مفهوم. اسم يكون. نعم. في في وراي بالصوره اللي على شمال، يعني اللي على شمالي انا، مش اللي هي يمين الشاشه. نعم. فيها هلا في ست عم تطلع دائما بحياتها من ورا الازاز. يعني دائما مخبيه عيونها، وفي عند يعني رغم انه عندها اطلاله بس ما عندها ثقه بالنفس. اللوحة الثانية الحقيقة ما كثير شايفها، هذه ابستراكت. استبدلت الووتر فول، يعني استبدلت الشلال المي بشلال الالوان. حلو. اوكي. طبعا نحن عم نجول على لوحاتك تباعا، تفسر لنا عنهم اكثر. اوكي. اللوحة اللي هلا هي فيها خجل. المرأة الخجولة. نعم. اللي قبلها مقطوشة شوي، يعني بلكي بنرجع بنتمرق هي. اللي جنبها نحن عم نشوفهم تباعا، هيك تعطينا ايه. فكره عنهم. هون تقريبا العائله المتكونه من بنات بس او من ستات بس. لانه انا شفت الوجه هيك ما في تعبير، ما في اي الوجه. تعبير في 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 مفهوم الجماعه، يعني دائما البيت اللي فيه اناث اكثر بيكون اجمل، يعني بيكون في رونق اكثر. بس عن جد يعني بتحسي في حياه اكثر. صح. حسيت انه خليني شوي بشيل العائله كعائله، بس اخذ العنصر النسائي فيها او الفيمينين فيها، وشوف قديش في لطافه بصير. شو حلو بهذا التاليف. هذا تاليف فني لوجوه المراه، لاقول انه قد ما تعجق الدنيا نسوان رح يضلوا حلوين، رح تضلها هي حلوة. يعني كل مرأة عندها جماليتها، جمال خاص فيها. إذا كانوا جماعة مجموعة. نعم. هون الأم وبنتها. شوفي دلع البنت. بس ليه مش راسم الوجه يعني؟ هون كمان سؤال. أنا هون عم بحكي عن أي أم لما بتدلع بنتها عليها رح يكون نفس الإحساس. أنت هون عم تحكي عن الإحساس. عن الإحساس. خلال الصورة. عم بحكي. نعم. عن حضن الأم، عن دفء الأم. مش بيتكرر مع كل الناس، يعني ما فيني أحط كل الوجوه. صح. هلا الوجوه اللي لازم تكون، لا انا حطيتها ككلاسيك يعني. كمان مزج الالوان حلو كثير، مزج الالوان. مثلا يعني هيدي اللوحه مسميها فويد. الفراغ. فراغ بالنظر، هي ست شوي كبيره بالعمر، يعني بالمتوسط العمر، لما بتكون الست خلص كبروا اولادها وتجوزوا، هي بعدين وجوزها مشغول عنا، وهي لانه كانت دائما بالبيت عم تشتغل تعود يبعد، صارت لحالها، فصارت نظرتها نظرة فراغ، انه كيف ممكن تخلق امل جديد، خصوصا انه نحن مبدئيا الست محكومة ببيتها، يعني برا لا، فيها تظهر فيها تروح فيها تجي. هون تجريد، انا حاطط لوحتين تجريد بالمعرض، وكاني حاطط العنوان وكانك انت واقف قدام مراية. بين هاي اللوحة شو ممكن تشوف؟ فكان هيك يعني انه كل انسان يمكن ياخذه شقفه من اللوحه تشبهه، ايه يعني له شيء من اللوحه. بس انا اجود هون لفت لي نظري بانه. نعم. عم بيمرقوا التابلويات بمزج الالوان، يعني اجمالا. نعم. الفنان بس بده يمزج الالوان، هالقد بده يكون دقيق بالالوان. صحيح. الصارخه. انت عطينا التابلويات فيهم الوان صارخه ومخاف ومش خايف، يعني عطينا الموف، عطينا ووتر كالر عم نحكي، يعني اذا غلطه كبينا الورق. ما هيدا اللي عم بحكي عنه، ما فينا نستعمل ابيض، هيدا كل شيء بتشوفيه ابيض هو بياض الورق. صح. قد ايه قلبك قوي لتفوت هيدا المزج، هول الالوان بالتحديد الصارخه، وتشتغل عليهم وتطلع لوحه صح؟ اول شيء الاكولين لون كثير صعب، مجرد ما البنسو تحط على الورقه نشف اللون. فشوفي قديش بدك انت يمد معك هيدا اللون على اللي تفلشي على لوحات 50 70 بهيدا الاحساس، بهيدي الرقه، بهيدي الشفافيه، وما في تشات وما في اي تكنيك، يعني قلنا نحن في الكونسبت، في التكنيك، في اللون المادي. هيدول شغلتهم ثلاثة سوا. هلا طبعا انا لي 36 سنة برسم بالنهاية، وانا اكواريليست، يعني بالنهاية برسم اكواريل، ورسام الاكواريل في خبرة. الووتر كالر هو سيستم حياة، منه رسم، يعني
بهذب الفنان، بيشغل له دماغه لانه بده يكون متخيل كل اللوحه لما تخلص كيف بدها تكون، والا ما بيقدر يصلح 100%. اجود من 30 ايلول رجعته مددته ل 27 الاول. نعم. كان لخمسه رجع صار ل 27 الاول. رده فعل الناس لما بيروحوا لعندكم كان في ضجه حواليه لانه كان بيزوركم. شيء اول مره بيتقدم هيك شيء. اي مش لانه انا يعني كان في احساس انه لا هالمره شفنا شيء جديد. وصعب منه سهل بس هالقد ببساطه مقدم. نعم. يعني احنا بدنا ندعي الكل هلا يلي عم بيشاهدونا يروحوا ويكونوا كتار على جاليري اكزود لانه بيستحق هيدا المعرض تشوفوا وتروحوا تشوفوا الفن التعبيري يلي مقدمه الفنان اجود ابو زكي من عمق خبره كبيره، مزج الوان جميل جدا، لوحات بتحكي عن حالها. فانا بهنيك وبقول لك ان شاء الله تضل يعني بهالمسار هيدا. بتحكي عن الختيار شوي. يلا سريعا لان خلص الوقت، شو بتحب تقول عنه؟ كنت بحاجه لرجال، يعني شخص يعبر يكمل المعنى الذكوري للمعرض. وكان بدي اياه كبير بالعمر، ما كنت لاقي ليوم كانوا اولادي تزوجت معلمتهم وعزمونا، فرحنا على العرس. بعد ما وصلت بشي خمس دقائق بشوف ختيار جاي حامل عصاي وجاي، وختيار وقف قدام الباب ما فات، وقف وولع سيجاره وايديه عم يرشفوا بالقداح، وانا ناطره هو ما شايفني، انا عم اشتغل على جنبه. لا ولعت السيجاره ومج، اول مج ما نفخ، بعد كنت انا اخذت الصوره شافني وطلع فيي. لما طلع فيي مثل عم يسالني شو، انا حملت حالي وهربت. ف لانه تشرح له شو بدي اعمل وشيء صعبه، ويمكن يقول لي لا، وبس يقول لي لا خلص. هلا انا قدرت اغير شوي بالتعبير لما يصير هو ذاته حدا يطلبني بشيء. اكيد. بس الفكره جسد لي اياها بالصدفه، يعني بالصدفه اعطاني كل اللي بدي اياه هيدا الانسان. وسالت من وين، ما كان حدا يعرفه، كنت حابب اطلع اشكره هو. وبعدني هلا عم بدور عليه. يعني اجود بنتمنى لك كل التقدم، ان شاء الله كل معرض يكون زو. فيه وراه معرض ثاني، لانه هذا الفن بيستحق انه الواحد يتوقف. لا في معرض ثاني قريبا ان شاء الله، بس ابستراكت رح يكون تجريد ان شاء الله. نحن بالانتظار. شكرا. اهلا وسهلا فيك الفنان اجود ابو زكي. الى المزيد شكرا من اللقاءات. شكرا للاو تي في ولكل المشاهدين، ببعث لهم تحيه. يا هلا فيك ومسي على الاستضافه. اهلا وسهلا فيك. اصدقائنا المشاهدين، نحن بنروح لبريك صغير وبنرجع نتابع معكم رحلتنا ضمن يومنا الجديد.